السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير من متابعيني على القناة بيسألوني عن مضاد للديدان، سواء كان للحمام، كان للبط، كان للفراخ البلدي، كان للفراخ الشاشو. وفي كتير من الناس ما بيلاقوش حاجة بيطري، فبنقول يا جماعة لو انت مش لاقي بيطري، المادة ده هي موجود منها بيطري وموجود منها بشري، اللي هي البندازول. المادة دي موجود منها بشري وموجود منها بيطري. البشري زجاجة هي 30 ملي، بننزل 5 سنتي على لتر مية من الدواء ده هوت. ولو طيور كبيرة او حاجة كبيرة مفيش مشكلة، ممكن ننزله 10 سنتي على لتر مية يوم واحد فقط للطيور بتاعتنا. طب يكرر كل 20 يوم مفيش مشكلة، كل 20 يوم للفراخ البلدي اللي بتبيض، للرومي، أي حاجة كبيرة بتبيض منتجة أو بتقعد عندنا كتير، ممكن ننزل كل مرة 12 ساعة أو نص يوم كده كل 20 يوم. طبعا دوت بيأثر على عدد كتير من الديدان. وليه بننزل يا جماعة للطيور بتاعتنا، الحمام، البط، الرومي، الوز، كل أنواع الطيور بتاعتنا بننزل لها مضاد للديدان؟ علشان الديدان ده هي طبعا ساعات تخلي الطير بتاعنا ناشف، صدره ناشف من تحت ومسيف، العظمة بتاعت صدره باين وما بيبانش عليه، وبنأكله كتير ومش بيبان عليه الأكل، فدوت بيبقى فيه ديدان. وفي ساعات ناس وهي بتذبح الفراخ بتلاقي الديدان في الأمعاء، وفي ساعات ناس بتشوف الديدان نازلة من الطيور على السطح أو في مكان التربية. فلذلك لابد ان احنا ننزل دواء، دوت فعلا دواء خطير جدا، دواء مهم جدا، لابد ان احنا ننزله للبط، للحمام، للوز، للفراخ الساسو، للفراخ البلدي، لكل انواع الطيور اللي بتتربى على الارض، لان ممكن تجينا الاصابه بالديدان دهيت من اي وسيله او من اي كان، من الماء، من الارض، من اي شيء. طبعا دوت بالنسبه للدواء البشري لو الطيور صغيره، وبنبدا باول جرعه 5 سم على لتر ميه، وبعد كده لو الطيور كبيره في العمر، كبيره في الحجم، بننزلها 10 سم على اللتر الميه يوم واحد. ومفيش مشكله لو نزلناه كل 20 يوم او كل شهر يوم واحد في الميه، بنعطش قبل الطيور بتاعتنا ساعه ولا ساعتين. بالنسبة للبيطري، اللي عايز يجيب البيطري بيبقى مكتوب عليه، ساعات يقولوا اللي هو تركيز مثلا 15%، بننزل ربع سنتي على لتر مية. التركيز 10%، بننزل نص سنتي على لتر مية. التركيز 5%، بننزل سنتي على لتر مية. التركيز 2.5%، ممكن ننزل سنتي، سنتي ونص على لتر مية بنفس المعدل، برضه بالمعدلات اللي ذكرتها، ولكن ممكن ننزلها يوم في كل 20 يوم او يوم كل شهر. ولكن في ناس ما بتلاقيش، او البشري البيطري ما بيبقاش قريب منهم، فبنقول البشري اهوت 10 سنتي على لتر مية كل شهر او كل 20 يوم مرة واحدة، نعطش قبلها الطيور بتاعتنا. ودوت اخطر واهم دواء لكل او لانواع الطيور اللي هي البياضة او اللي هي بتقعد فترة طويلة عندنا. شكرا لحضراتكم، تابعوني على قناتكم، قناة مهندس صبري غازي. شكرا لحضراتكم.